السلام عليكم جميع متتبعي قناه الخياطه والبيت مع عواطف. مرحبا بكم معايا في الفيديو. بغيت اليوم ندير لكم طريقه ديال الرانده الشبيكه اولا الرانده التونسيه، كل واحد شنو كيسميها. انتم كيف ما شفتوا معايا كتجي، نخليكم مع الطريقه. انتم بدينا هنايا السلسله العاديه اللي كنقبطوا اللي كنبداو بها الرانده، هي اول حاجه درناها. من بعد درنا فيها 10 لوينات، من بعد هبطنا وطلعنا هبطنا، من بعد بدينا كنخدموا هاد الشبيكه. المهم هانتوما انا كنبدا لكم دابا من هنا، انا بديت لكم هاد شويه قبل باش تبان لكم الخدمه اللي غنبداوها دابا باش الشرح يكون واضح ان شاء الله. دابا هانتوما غنبدا لكم هنا كيف حال اول مره، بحال نفس البدايه الاولى. نخليكم معايا، هانتوما عندنا هنايا 10 سنينات 10 لوينات عفوا، كننقصوا دائما وحده ونبداو في الثانيه على بركه الله، وندوز الخيط من امام ونعاود نضربو فيها تاني. غنقزو وحده ونقبطو في الثانيه، غرزه عاديه الاولى ديال الرانده، والثانيه كندورو الخيط من الامام وعاد كنعاودو في نفس الغرزه. تاني غنقزو وحده ونبداو في الثانيه، ندورو الخيط دائما من الامام ونعاودو في نفس الغرزه. نحيد هذا الخيط كيتشربك ليا هنا. هانتوما تاني نقص وحده ونبداو في الثانيه، نضربو في الثانيه دائما الخيط من الامام ونعاودو فيها، نقص وحده ونبداو في الثانيه نضربو في الثانيه. اخر حاجه نقبطو في الثوب. هانتوما كيف ما شفتوا معايا جاو عندنا 5 لوينات. دابا في الرجعه هذوك الخمسه غيولوا عندنا 10، يعني كل وحده غنضربوا فيها جوج غرزات، كل وحده جوج غرزات باش يولي عندنا 10، نفس العدد اللي بدينا به باش نبقاو غاديين. كنمشيو تيولي عندنا 5 كنرجعو كيولوا 10، كننقزو وحده نضربوا في الثانيه، ملي كنكونوا راجعين كل وحده كنضربوا فيها جوج غرزات. نتمنى الشرح يكون واضح. هانتوما كل وحده كنضربوا فيها جوج غرزات باش ما كتبقاش غرزه صغيره، كتولي عوينه صغيره عفوا، كتولي على شكل تقريبا مربع. اخيرا نقبطوا في الثوب. ثم نمشيو نرجعوا ثاني نقزو وحده ونقبطوا في الثانيه، ندوز الخيط من الامام ونضربوا فيها هي النيت. المهم انتما كتشوفوا باش بلا ما نبقى نعاود لكم نفس الهضره، هي راه سهله غير خصها يبان غير المعنى ديالها الواحد يتبعها، ودا غير كطلع. دائما كنرجعو كنضربو كل عوينه كنضربو فيها جوج غرزات باش دائما كيبقى لينا نفس العدد ديال الغرز، ما كي تنقصش وما كتزادش. ممكن ديروها عريضه على هكا اولا قل من هكا،